اليوم باش نحكيو على زيت البرتقال. قشرة البرتقال فيها زيوت كما ريحة البرتقال. الزيت هذا غني بمادة الليموتين اللي عندها دور في تنظيم الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء والمريء. ينجم زادا نستعملوه باش نتخلصوا من الغازات ونعالجوا به الإمساك. زيت البرتقال زادا نستعملوه في قتل البكتيريا والميكروبات وزيادة مناعة الجسم. برشا نساء تستعمل زيت البرتقال في كوجينتها وتضيفه للمشروبات أو الحلو متاعها. ما نجموش ما نحكيوش على استعمالاته في مكونات مستحضرات التجميل والصابون والكريمات المقاومة للشيخوخة. برشا يستعملوه زادا كمعطر للمنزل متاعهم ومزيل طبيعي للعرق. بعد تعب نهار كامل ينجم الواحد فينا يدلك كتيفاته ومفاصله بشوية زيت متاع برتقال، خاطره معروف اللي يساعد في علاج التشنجات ويعاون زيادة في التخلص من الشعور بالإرهاق والإجهاد. اللي يستعمل برشا توابل ننصحه زيادة بزيت البرتقال اللي من المعروف عنه انه ينقص من الالتهابات. نزيدكم زيادة اللي هو معطر طبيعي ضد الجراثيم والفطريات. وهكا نجم نقولوا اللي عنا كنز كبير، خاصة انه بلادنا معروفة بانتاج البرتقال، مش كان للماكلة برك، حتى زيتو عنده ما يقول في روحه. وصحة وبشفاء.